السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جردة الحدث 24، مرحبا بكم معنا في هذا المباشر اللي كنتواجدوا بإقليم صفرو، وبالضبط بحدا المقالع ديال البهاليل، مقالع الرمال اللي كاينه في البهاليل. هادو مجموعة ديال الشاحنات ولا أرباب الشاحنات، الكاميونات الكبارين يعني الرمايك اللي واقفين هنا، صحاب الكاميونات الصغار ولا الرمايك اللي كيحتاجوا هنا أمام المقالع على مجموعة من المشاكل اللي كيعانيوها. أجي معايا، أجي أخويا اسمه محمد كاسكيت، أجي أجي معايا. مجموعة ديال المشاكل، من بينها الطريق، من بينها مجموعة ديال المشاكل. لا شوف شوف خويا، خويا اسمع محمد، اسمع محمد هضر معايا، اجي معايا. متابعينا، نخليكم مع احد المهنيين اللي واقف حتى هو هنايا بالرموك ديالو ولا الكاميو ديالو، واللي كيحتاجوا كما قلنا كاين مجموعه ديال الاكراهات، من بينها الطريق المهترئه كما كتشوفوا معنا، اضافه الى انهم كيقولوا كاين مشكل ديال الحموله، مجموعه ديال المشاكل اللي كيعانيوها. خليكم مع احد المهنيين. السلام عليكم. السلام عليكم خويا، بخير خويا. الاسم ديالك؟ رحموني حسن. واخا سي حسن معنا على المباشر ان شاء الله. ولا سي حسن انت مهني يعني سائق؟ ايه سائق مهني. سائق مهني رموك ولا كاميو؟ بجوج. بجوج ايه. واخا سي حسن، شنو المشاكل اللي كتعاني؟ خويا كنعانيو من هاد المشاكل كاع. انت كتشوف هاد الطريق انفاس معاك، ما كاينش كاع لا الطريق، حنا كنهودو في الحفاري كتمشي الجوانت كيمشيو، عندنا غير الخساره فاش. وهادي دابا تقريبا شهر ما خدمنا ما والو، دابا صحاب البوان كيسرجيو الثمن القديم. واخا دابا عندكم مشكل ديال الطريق، حنا شفنا هاد الطريق. اييه دايره مهترئه. اجي معايا لهنا كاميو جاي باش نشوفو حتى الكاميو اللي جاي باش من. اييه انت تشوفها. اجي معايا لهنا، قول لي دابا مشكل عندكم ديال الطريق، حنا شفنا الطريق كيفاش مهترئه، مشكل الاخر شنو هو اللي قلت؟ المشكل اخويا ما كاينش اخويا، القضيه ديال السلعه زادوا في السلعه بزاف. بالنسبه ملي زادوا في السلعه بزاف، داك الناس القدام كيسرجيو بالثمن القديم، وحنا كنسرجيو بالثمن الجديد. ما كاينش داك العداله، ما كايناش. درتو شي شكايات؟ درنا اخويا بزاف ديال الشكايات، انت كتشوفها الحفاري ما كاينش الروي الجوان. دابا الجوان هنا يوميا كتمشي لنا جانطه كدير 1000 درهم يوميا، ما كاين لا ربح لا والو. هذا ضرينا نوقفوا، حنا واقفين. الجوان دابا عندكم ديروا معاكم شي حوار؟ اخويا هاد الحوارات راه ديما كيكونوا، ما كاينش ديما هكا، ما كاينش كاع. دابا شنو هما اصحاب الكاريات عندهم كامينات ديالهم. واخا القضيه ديال السلعه اللي قلتي لي باقا بالثمن القديم، واخا شي ممكن تشرحنا اكثر؟ لا دابا بالنسبه للسلعه الثمن القديم اللي عنده الكاريان، عنده الكاميونات كيديها بالثمن القديم ديالو، ولا كيخرجها بالثمن القديم. كيخرجها بالثمن القديم، بالنسبه حنا ما عندناش هذا، كيخص السرجيل بالثمن الجديد. انت يعني انت كتجي كتشري من عنده وعاد كتمشي ترزق؟ عاد كنمشي نترزق الله. هما لا، هما باش كيسرجيو لنا هنا كيبيعوه هما في فاس، باش حنا كنسرجيو في الكاريان. واخا هاد القضيه ديال باش كيشارجي هو ولا باش كتشارجي انت، يعني كاين شي قانون كيحددكم؟ دابا خويا حاليا ما كاين حتى قانون. يعني هو راه ما عندوش حق باش يخرج؟ لا هو ما كاين دابا حتى قانون، حاليا ما كاين حتى قانون دابا بالنسبه لهذا الوقت، ما كاين حتى قانون. واخا المطالب ديالكم انتوما؟ حنا المطالب حنا غيكون داك الشيء بحال بحال، كيما كيسرجي الكاميو ديال صحابو يسرجي لنا حتى حنا. حنا هادشي باش كنطالبوا. واخا كاين الاكراهات ديال المازوط غالي؟ دابا بالنسبه لذاك الاكراهات المازوط حنا ما ندخلوش فيه. المازوط حنا ما عندناش مشكل، ولكن المشكل هي كاينه في هذه السلعه دابا هكا دايره. هذا الشيء اللي ضر. هذا الشيء اخويا مضروري، مضروري بزاف. حنا دابا هذا الشهر تقريبا ما خدمنا ما والو. واخا خويا نخلي واحد الصديق ديالكم اللي حتى هو غادي يعطينا كلمه. السلام عليكم خويا، اجي معايا على المباشر، حنا على المباشر اخويا. السلام عليكم. السلام عليكم خويا، مرحبا. محمد اخويا، محمد. محمد الشيفور ديال الشاحنة. واخا سي محمد. مرحبا. كاميو ولا رموك؟ لا رموك. رموك. رموك اخويا. شنو من المشاكل اللي خلاوكم اليوم تخرجوا في المشاكل اخويا؟ اول حاجه الطريق. واخا الطريق حنا كنشوفوا حنا واقفين فيها. الله يسهل عليك. هي في هي الطريق كيفاش دايره ياك؟ يعني هاد الطريق هذه عندها اثر؟ اثر اثر كبير. انا شوف دابا حاليا، انا ظهري حاليا، ظهري ياك شوف دابا اللاج ديالي شحال، عمري 38 عام، ظهري حاليا ما كنقدرش نوقف به عادي. علاش؟ مع هاد الطريق هذه اول حاجه. السكوس. السكوس. ثاني حاجه اصحاب الكاريانات، اصحاب الكاريانات عندهم كوامه ديالهم، حنا كنا خدامين بواحد الثمن، رجعوا لنا لواحد الثمن خيالي، الثمن اللي كيخوي به. باش كيسرجي لنا هو كيبيع في فاس. باش علاش اقل ما كي باش اقل ما كي باش كيتباع في فاس السلعه، اقل ما كتباع
حتى ملي كنسرجيو حنا هنا، حنا كنسرجيو هنا السلعه ب 3200 3300 درهم، هو كيهود خويا ب 2000 درهم الكاميو ديالو، حيت عنده الكاميو ديالو والكاريان ديالو والسلعه ديالو. شنو بقاك انت ما دير؟ انت شنو بقاك اللي عندك كاميو كترزق به الله؟ شنو بقاك ما دير؟ واحد النقطه في هذه القضيه. نعم. سمعنا واحد مهني اخر قال بلا هو الا كان عنده الكاريير ديالو، الكاريير ديالو هنايا كيكون عنده واحد الكارت غريز ولا الرخصه، رخصه مغايره في اللون بيرمي سيركيل. احنا ما شوف هذيك اللي عنده الشركه مثلا، غير فهمني سمعنا، غير القطاع الخاص، عنده القطاع الخاص، غير انا جاي لهذ الكلمه كنختارفوهم. انا شوف احنا عندنا، احنا عندنا النقل غير، واش فهمتي؟ هو عنده الخاص، هو ديالو خصو ديالو غير في كاريان، ما خصوش يخرج معايا للسوق اول حاجه. حنا شوف حنا مهضر الثمن، يدير الثمن ديالو اي. وثاني حاجه، ثاني حاجه باش نجيب التالي، ثاني حاجه صحاب لبان، مول لبون عنده السكاره كيطلع مثلا 20 مليون كيقطع لهم ب 1000 درهم ديال الرمله، انت عندك ثمن فاير كتهود ترزق به الله كيحسبوا ب 3000 درهم. هو داك مول لبون شحال كيهود خويا خوي فاير فاس؟ 2000 درهم 2300 درهم 2400 درهم. اذا انت فين غتنافس معاه؟ يعني هذا راه انتم عندكم واحد القانون كياثركم، ولكن هذا راه خرق القانون. خرق القانون، احنا تفاهمنا فين خرق القانون، فاش كيقطعوا البان، مو الشكر اللي عنده الفلوس كيطلع كيقطع البان، تما في عندنا خرق القانون. اما ماشي مشكل السلعه يزيد فيها، ما عنديش مشكل. اما فاش تقول انت الثمن، وهذا يقول الثمن ويقول الثمن بحال بحال، راه ضروري كاين غير حط السلعه. ولكن فاش نقول له انا الثمن وانت تجي تحط نقص له، راه ضروري غادي يهبط. هذه راه حاجه ضروري. غير واحد النقطه الشام، غير واحد النقطه، كانوا كيسترجيو لنا ب 30 درهم للطون، وفي البلاصه طلعوا ل 75 درهم. هذه زياده بزاف. ويلا ما كيتقبلها لا كريان، وغير في ظرف 10 ايام ما كيتقبلها من 30 درهم ل 75 درهم. هذا اللي كيشارجي لكم هو اللي تزاد. اييه في البلاصه، في البلاصه كان كيسترجي لنا ب 300 ب 30 درهم للطون، في 10 ايام دار لها 75 درهم، كثر من النص. خويا نخليو الاخر. خويا المطالب ديالكم انتم من هذا، المطالب ديالنا خويا شوف، قادوا لنا الثمن ديال 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 التسعيره، كلشي يكون بحال بحال، قادوا لنا الثمن. ماشي انت كتسرجي ب 1000 درهم وانا لا اسمع، ماشي انت واحد كنسرجي انا ب 1000 درهم، انت تسرجي ب 1000 درهم، ماشي انا نسرجي ب 1000 درهم وانت تسرجي ب 3000 درهم. هذه راه ما كايناش، هذه راه ما كايناش. انا 11 يوم وانا واقف على الكاميو، 11 يوم وانا واقف، ما قلت لا ما نصير ولا ما ناكل ولا ما نشرب، واقف 11 يوم. راك عارف الرموك شنو خصو ديال الصوائر بلا ما نقول لك. هذا في الايام العواشر بطبيعه الحال، لان جابوها حتى البيبان ديال العواشر وخلاو الناس معوقه. انت باش غتزيد عليا الكليه، لان الناس الكليه ما كيتحملش هذا الثمن هذا كتقول له انت، وواحد اخر كيهود تخوي له بالثمن اللي كان كيخوي شحال هذه، وانت كتبقى جالس اللي عندك اللي عنده كاميو كيترزق به الله. والناس هاد الناس اللي عندهم كوامو كلهم عندهم وليداتهم، كلهم عائلاتهم، كاين اللي خدم على والدي، كاين اللي خدم على وليداته، كاين بزاف ديال الحوايج، هالكوامو ما تابعينهم الناس. هادشي اللي غنقول لك اخويا، والله ياخذ الحق، الله ياخذ الحق في هذا النهار، في هذا النهار الجمعه والعواش. شكوى الله تعالى وتبارك. السلام عليكم. الله فيك وبارك الله فيك اخويا. كما سمعتوا معنا متابعينا، كان هادو مهنيين، خدينا لايف في الاول مع نقابيين، دابا هادو مهنيين اللي شيافر ولا اصحاب الكاميونات اللي كيخدموا هنايا في المصدر ديال القوت ديالهم والرزق ديالهم هو هاد الرمله اللي كتخرج من هنا من المقالع ديال البهالين، يعني كيعيشوا مجموعه ديال الاكراهات. حنا طبعا ما مع حتى شي طرف، حنا فقط كننقلوا الصوت بالصوت والصوره ديال المتضررين، وكل واحد عنده حق الرد. بخصوص الطريق، انتم كتشوفوا معنا الطريق اللي شاروا لها، هي الطريق هي هذه الرموك، انتم غتشوفوا الروايد ديالو واقفين على حفره. يعني هنا ما نهضروش على مال الرمايك، يعني حتى الساكنه اللي كتمشي من هذه المنطقه هذه اللي عنده الطوموبيل ديالو، راه اكيد ان الطوموبيل ديالو غتفرع. لا حول ولا قوه الا بالله. نتمنوا خير متابعينا لهاد البلاد هادي. فاش كنشوفوا صراحه مظاهر بحال هكا كيبقى فينا الحال، كيفاش الشانطي عندنا داير بحال هكا، الشانطي اللي كيربط مثلا البهاليل مع الطريق اللي كتمشي ما بين فاس وصفرو، وكنلقاو طريق بحال هكا. يعني دابا وحنا كنعرفوا المنطقه ديال صفرو هي منطقه سياحيه، الا جا شي سائح لهذ المنطقه هذيك شنو غادي يقول علينا، شنو غايقول على بلادنا؟ هذا الشيء اللي نقدروا نقولوا. تحيه لكم متابعينا الى مباشر اخر.